السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نتكلم عن الإعفاء من المقابلة في إطار طلب فيزا سياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا شفنا في فيديوهات سابقة كيفية تعبئة ملف الفيزا السياحية إلى أمريكا خطوة بخطوة، الفورميلار تاع الفيزا السياحية واسمه DS-160 تعمره مباشرة أونلاين، الحاجة المليحة في طلب الفيزا الأمريكية ما يطلبوش منا وثائق، إذا راح نعمرو ديريكتومون الطلب في الإنترنت في الموقع تاعهم. شفنا في فيديو آخر طريقة دفع رسوم ملف الفيزا السياحية إلى الأمريكية، وكنا حابين ندير لكم فيديو آخر تبين لكم طريقة أخذ موعد لي المقابلة، لكن في الحالة هذه في الملف هذا اللي درناه السفارة قامت بإعفاء الشخص هذا من اجتياز هذه المقابلة، وطلبت منه مباشرة أنه يبعث جواز السفر تاعو باش يعطيه له الفيزا. هذا أمر يقدر يحدث وهو أمر جيد جدا إذا تم إعفاؤك من المقابلة، فيعني أنه احتمال كبير جدا أنه يعطيه لك الفيزا السياحية دون مقابلة. بطبيعة الحال لازم تروح الأراميكس، هنا كما راكم تشوفوا قالوا له تروح الأراميكس المتواجد في الجزائر العاصمة، تدي معاك جواز السفر والرسالة هذه اللي بعثوها له أيضا يمبريميها، يدي معاه لو دي اس 160 ثاني اللي عمرو سابقا في عبر الانترنت، يدي معاه أيضا صورتين شمسيتين بالمقاييس المطلوبة، الصورة لازم تكون عندها أقل من 6 أشهر، ويروح الأراميكس ويعطيهم الوثائق هذه، ومن بعد يتصلوا به لاحقا إذا تم إصدار الفيزا، أو قد يتم الاتصال به إذا كان عندهم تساؤلات. إذا كما راكم تشوفوا كاين الناس اللي ما همش مجبرين على اجتياز المقابلة، بالنسبة للناس اللي رايحين يطلبوا منهم أنهم يجتازوا المقابلة الأمر سهل مش صعيب، تجيو هنايا في الملف تاعكم تضغطوا هنا نيو ابليكيشن، هنايا بالنسبه للناس اللي راحين لازم يجتازوا المقابله، هنا نون اكمنت فيزا تضغط على كونتينيو، هنايا دير اول اذر ترافل ودير كونتينيو، تنتظر قليلا تجيك صفحه اخرى، هنايا تضغط على بي 2 فيزيتور فيزا فيزيتور، تضغط على كونتينيو، هنا تراجع المعلومات تاعك تضغط على continue، هنا تضغط على continue نفس الشيء، هنا all applicants are Algerian citizen كل الناس اللي طلبت الفيزا هذه عندها جنسية جزائرية، نجيب بنعم. هنا الناس اللي عندها فيزا من قبل احنا إجابة بلا، احنا هذا أول طلب قمنا به، إذا كل واحد يجاوب حسب الحالة تاعو بطبيعة الحال. إذا احنا نوريكم الطريقة فقط، هنا عندك اختيار أنك تروح الأراميكس في هذه الحالة سي غراتوي أي مكتوبة فري، إذا حبيت بار إكزومبل الباسبور تاعك يروح لحسي مسعود، هنا كاين تكلفة تاع 350,000 أو 3500 دينار جزائري، بالنسبة لوهران التكلفة هي 230,000. إذا نحنا اخترنا سابقا الجزائر العاصمة باش هكذا الشخص كيروح يريكوبيري الباسبور تاعو بصفة مجانية، ونضغطو على كونتينيو. إذا انت كي تحط الباسبور تاعك تحطو مثال هنا في العاصمة وتريكوبيري في العاصمة، هكذا تكون الحالة مجانية ما تسلكش مصاريف. نضغط على continue، وهنا تنزل مباشرة. هنا لازم يكون عندك لو نيميرو دو روسو، حنا استعملناه سابقا وما طلبوش منا انه نحكموا موعد للمقابلة، اذا بالنسبة لكم انتوما لازم تدخلوا لو نيميرو تاع لو روسو، هذا لو نيميرو تلقاوه في لو روسو اللي سلكتوا به المبلغ اللي راكم تشوفوا فيه اللي هو 8,220,000،
كيتسلكوه يعني بعد 24 ساعة، حوالي 24 ساعة، يعني الموقع هنايا اوتوماتيكمون راح يدخل يعني الرقم هنا. إذا ما دخلوش اوتوماتيكمون دخلوا انتوما مانيوالمون، ومن بعد تضغطوا على كونتينيوي، ومن بعد تكون عندكم فرصة باش يعني تحدوا الموقع لا دات اللي تساعدكم وتعقبوا المقابلة. بالنسبة للناس اللي مش طردوا مش مقابلة، هذا أمر جيد، يعني يروحوا ديريكتومون للارامكس ويدفعوا الباسبور تاعهم مع الوثائق المطلوبة، وبعد أيام يعني تحصلوا على الفيزا السياحية إلى أمريكا. إذا كانت هذا هو المحتوى اللي حبيت نديركم اليوم، بالتوفيق للجميع وإلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.